أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا قدير إن
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك صدق الله العظيم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. Thank you.
فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم صدق الله العظيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل استجاب لهم ربهم استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا صدق الله العظيم. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم
وأعودوا في سبيلي
فمأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
تبوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما ونساء واتقوا الله صدق الله العظيم.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع فإن خف ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء ما صدقاتهن نحلة
فيا طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. عبد الحق الزداه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. هكذا اخوه الايمان والاسلام كنا نستمع القران الكريم لفضيله الاستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القاري والمقيم بمركز ومدينه دمنهور محافظه البحيره على مكبرات الصوت وفراش الحديث الكبرى والمعنى الفني قد تركب المتعبدرة المذكرين على الله اولاد الشناوي المقيمين بمشروع 7 التابعة لمركز ومدينة خوش عيسى. حضرات السادة بمهدر هزيم الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإن لله وإن إليه راجعون.